ينضم إلينا أيضا ولكن عبر سكايب من السليمانية عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب. مرحبا بك سيد دانا. يعني جميع التسريبات تفيد بأن جلسة انتخاب الرئيس ستعقد ولا وجود لثلث معطل، ما هي آخر المعلومات لديكم؟ تفضل. نعم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي راديو تي في، وبارك لشعب كردستان ولكل الشعوب بأعياد نوروز. طبعا بالنسبة لقضية جلسة يوم 26 لحد الآن يعني الآفاق ما مبينه. نسمع من هنا وهناك بعض الكتل السياسية تتكلم عن قضية المقاطعة أو الثلث المعطل وغيرها من الكتل، تنتظر الاتفاق الأخير أو الساعات الأخيرة. فأعتقد من المبكر من الآن أن نرى الموقف بشكل واضح، أو نقرر هل ستكون الجلسة كاملة وتنعقد الجلسة أو لا، لأن الاتفاقات السياسية هذه الاتفاقات هي التي تحكم على قضية الجلسة. فأعتقد لحد الآن ليست واضحة بشكل عام، لأن كما ذكر الأخوات والإخوان يعني في مداخلاتهم عبر النشرة بأن ليس هناك اتفاق مبرم، وهناك اتصالات ولكن ليس هناك تفاهم. نعم سيد دانا، بالنسبة لمرشح رئاسة الجمهورية، هل انتهت فرص التوافق مع الاتحاد الوطني أم أن الساعات الأخيرة قد تأتي بجديد؟ والله سيدتي يعني في السياسة وخاصة في العراق نحن ندرس المواقف عادة في الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة. لحد الآن ليس هناك تفاهم بين يعني الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني حول المرشح متفق عليه، ولكن نسمع من هنا وهناك بعض الأقاويل على أن هناك اجتماع سيعقد في الأيام المقبلة بين المكتب السياسي للحزبين. هذا ما سمعناه وليس من مصدر موثوق صراحة، لكن أعتقد إذا بقى الموضوع على ما هو عليه فالحزب الديمقراطي يعني سيلتزم بمرشحه السيد ريبر الأستاذ ريبر، والأستاذ برهم سيكون المرشح في الاتحاد، ولكن في الساعات الأخيرة قد يكون هناك اتفاق بين الكتل الشيعية والسنية، وهذا ما قد يؤثر على موقف المرشحين أيضا. طيب سيد دانا، هل لدى التحالف الثلاثي اتصالات مع بعض قوى الإطار؟ يعني المعلومات المسربة تفيد بأن هناك إعلان مرتقب للقبول بمرشح الصدر لرئاسة الحكومة. طبعا ليس هناك انقطاع أو مقاطعة سياسية بين الكتل السياسية حتى داخل الكتل الشيعية أو السنية أو الكردستانية وغير ذلك، يعني ليس هناك انقطاع سياسي، ولكن هناك اختلاف في المواقف واختلاف في البرامج، وهذا شيء وارد. هذا شيء وارد طالما لسنا في مواقف متأزمة، يعني يتطور هذه المواقف إلى اختلافات سياسية واستخدام السلاح وغير ذلك. ولكن أعتقد أن الأزمة الرئيسية هي بين الكتل الشيعية، خاصة في تشكيل الحكومة ومن هي الكتلة الأكبر ومن سيكون رئيس الوزراء. ما ذكرتي حضرتك يعني قضية الإعلان عن مرشح للكتلة الصدرية، يعني نحن في الديمقراطية الكردستانية والإخوان في كتلة السيادة بشكل تلقائي ومتفق عليه من قبل ندعم ما يرشحه السيد الصدر والكتلة الصدرية، لأننا في تحالف ثلاثي وهذا شيء واقع، تحالف ثابت، وهذا نفس الشيء يعني نفس الشيء بالنسبة لي الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني. نعم. إذا ما رشح السيد الصدر شخص ما سوف نقبله، ولكن يبقى القول للكتل الأخرى. ولكن أنا أعتقد يعني مفتاح الموضوع ليس الآن قضية من سيكون، ولكن المفتاح لهذه القضية وقضية رئاسة الجمهورية ويوم 26 بالشهر. فإذا ما مر الموضوع بهذا الشكل سوف يمر المواضيع الأخرى بالأكثرية أعتقد. يعني ربما لم يمرر بهذا الشكل سيد دانا، هناك تحذيرات تطلقها بعض القوى أو قوى الإطار يعني من أن جلسة انتخاب الرئيس قد تتجاوز مرحلة كسر العظام إلى مرحلة الاقتتال. ما الرسائل المفهومة إذن يعني من هذه التصريحات؟ والله سمعنا بهذه التصريحات مع الأسف، يعني هذه كما نقول تهديدات سياسية أو سلاح ردع فلنقل وقف بعض المشاريع السياسية الذي لا يخدم بعض الكتل السياسية الأخرى.
أنا أعتقد أتكلم على استخدام السلاح هذا خارج المنظومة السياسية وخارج بناء الدولة وخارج أصلاً الأطر المتبعة لتشكيل الحكومة والتفاهم التفاهمات السياسية. نعم هناك صعوبة في تشكيل هذه الحكومة والصعوبة في تشكيل جبهة للمعارضة وجبهة للموالاة، ولكن هذه تجربة يجب علينا أن نخوض هذه الجبهة، ولكن عسى أن نخوض هذه التجربة بشكل سلمي وتفاهم سياسي. نعم الكتلة الصدرية أنا أعتقد لا يريد يعني لا تريد الكتلة الصدرية أن تكون هي الوحيدة في الحكومة مع الكتل الأخرى والتحالف الثلاثي، من المستحسن أو الأحسن أن يكون هناك بعض الكتل الأخرى مثلا في الإطار التنسيقي، ولكن ليس كل الإطار التنسيقي. المفروض أن يكون في بلد وفي ديمقراطية وفي حكومة منظمة أن تكون هناك معارضة وحكومة، المعارضة تراقب الحكومة ودعم الحكومة، والحكومة تتبع برامجها السياسية، وفي الأخير نرى النتائج. ولكن الكتل السياسية في العراق لا تتقبل الدخول في المعارضة، فهذه هي المعضلة الرئيسية، ولكن يجب أن نخوض هذه المعضلة السياسية ولكن بسلام وتفاهم سياسي. نعم، من السليمانية عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دان الكاتب، شكرا جزيلا لك.